أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا
مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا
وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة سليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إن شاء الله we'll continue with ذكر الجامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما
وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهِ. Inshallah, we'll make dua now. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our Shaykh, teacher, murshid, and master, Sayyidina Shaykh Faisal Hamid Abdul Razak. O Allah, may you increase him in knowledge and wisdom. O Allah, may you protect him from evil, and we pray that he will lead his murids on the straight path towards you. O Allah, we pray for the Shaykh and his family. We pray that you strengthen them in Iman, keep them in good health, and grant them long life in Islam. O Allah, we pray that you protect them from all evil, ease their trials, and grant them the sweetness of paradise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah, forgive us for our sins and guide us on the straight path leading to paradise. O Allah, you know the needs of all of us present here. O Allah, answer our dua and take care of our needs. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for our parents that you grant them your grace and mercy as they raised us in childhood. O Allah, grant our parents long life and good health in Islam. O Allah, subhanahu wa ta'ala, forgive our parents and grant them paradise. O Allah, for our parents who have passed away and returned to you, O Allah, we beg you to forgive them. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for all the murids of Shaykh Faisal throughout the world. O Allah, we pray that you ease our trials and grant us the strength to face our trials. O Allah, make it easy for us to gain true knowledge and to practice it, to be good murids and to get ever closer to you. O Allah, you know the needs of all of the murids. O Allah, we beg you to answer our dua and take care of our needs. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for all the Muslims around the world. O Allah, we pray that you strengthen us in Iman. O Allah, we pray for unity and to make us stronger as a nation. O Allah, subhanahu wa ta'ala, please comfort and relieve all Muslims who are suffering and have suffered losses. O Allah, you are the all-powerful and the almighty. O Allah, we beg you to give us victory against the unbelievers. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for the International Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa. May you make it easy for us to establish many masjids for your sake. May you bless the Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa to be a beacon of light for Islam throughout the world. And may you help us to finish building the new masjid soon and make it easy for us to do so. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursani walhamdulillahi rabbil alameen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أما بعد. My dear respected brothers and sisters, my dear Muris, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be with each and every one of you. And welcome once again to this special program coming to you from the Islamic Forum of Canada, where we share with you this message of mercy from God Almighty to all of His creation. This is our daily broadcast, starting at 7 p.m. Toronto time or Eastern time, and coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum. We thank you for joining us today for our broadcast, and we hope you can join us every day at 7 p.m. And we kindly request you to reach out to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims that you know. Tell them about the program and encourage them to watch the program. Inshallah, they will benefit and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, "Man dalla ala khayrin fahuwa kafa'ilihi." If you get someone to do something good, then you will share in those blessings. So when you get someone to look at the program and they benefit from the program, you will share in those blessings. You will receive blessings, increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Do remember to subscribe to the YouTube channel. Share the link with others, youtube.com/Sheikh Faisal. Subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Next to the subscribe button, there's a bell icon. Click on the bell and select all for notifications that you will be notified of all our different programs. Do remember as well to enter your information into the chat, your name and the city where you're from, and your updates on the different projects. The Gratitude Project, Salawat Project, Quran Project, and so on. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. Today, we also want to recognize and make special dua for our donors, all those who donated to the Islamic Forum today, yesterday, and before. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. And make special dua for all our donors. Allah subhanahu wa ta'ala bless them, bless their families, bless their loved ones, enrich them many more times than what they donated to the Islamic Forum. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase them in His rizq and accept all their dua. So special dua for all their donors. And then for the sponsors of the dinner program, all the families, especially the sisters who've sponsored the dinner program, may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. There are several requests for dua. We want to include all of your requests for dua in our need of dua as well.
And special love for all those who entered the information in the chat, their name, city, and their updates on the project. We make special love for them because they've made the extra effort to enter and type in the information in the chat. So special love for them. And special love for each and every one of you. I want to make special love for each and every one of you. Whatever dua you would like to make, you keep that in your heart and we'll make dua for you, inshallah. And then dua for my family and my mom and dad. And please, if possible, remember them in your dua as well. I want to also share this special appeal to you to donate to the Islamic Forum. Remembering the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malin bis-sadaqa," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah. It will surely increase. "Ma naqasa malin bis-sadaqa," and in this particular hadith, the Prophet alaihi salatu wasallam took an oath by Allah, and then he mentioned these words, "Ma naqasa malin bis-sadaqa," to emphasize the meaning of what he's saying. "Ma naqasa malin bisadaka," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. It will surely increase. So we encourage you and appeal to you to make a generous donation to the Islamic Forum, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. I also want to assure you that here for our program, we focus on our interest is your safety, your well-being, your afiyah. As the Prophet mentioned in the hadith, among the greatest gifts, among the greatest blessings you can have in your daily life is afiyah from Allah subhanahu wa ta'ala. We make dua for you that Allah subhanahu wa ta'ala grant you afiyah in all the affairs of your life. And then your spirituality. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala keep you close to Him, keep you always in the shade of His mercy. Your spirituality, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, your connection with the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We also have some special short video clips that our staff here at the Islam Forum have prepared for you. And we want to offer this to you as a special gift for each and every one of you. So the short video clips, what we call the editor's pick. And then a special series of video lectures on the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we offer these as gifts for you. If you'd like to receive the link for these short video clips and then the series, do send us an email with your contact details, your email address, and your WhatsApp number if you have one, so we can send this information to you. And now we'll make a special dua that Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this blessed occasion, inshallah, before we continue our program for today. So please raise your hands and join me in dua. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا
وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in tawfiq and kubul and ziyada. I also want to remind you once again of the special ongoing projects, the gratitude project, the salawat project, and the Quran project, for you to be mindful that you engage with these projects every day and then enter the update, your update, in the chat. Today I want to focus on the Quran project to say something about the virtues and the blessings of reciting the Quran. The Quran project is to recite at least one page of the Quran every day. This is the starting point, the first step. Start from the beginning of the Quran and go through sequentially until you finish the Quran, inshallah. So recite one page of the Quran every day at least. There are days when you may have more time, you can recite more of the Quran. And it's based on what Allah subhanahu wa ta'ala reveals in the Quran, in Surah Al-Kahf, chapter 18, verse 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. And recite what has been revealed to you of the book of your Lord, book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran. None can change His words, the words of Allah. And none will you find as a refuge other than Him, other than Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us to recite this Quran. وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. And so, responding to this command of Allah subhanahu wa ta'ala, we have this beautiful, sacred, blessed Quran project to recite the Quran every day, at least one page. In other words, no day should pass you by except that you recite at least one page of the Quran. And it takes just a couple of minutes to recite one page of the Quran. So it's something that's doable, practical, and very blessed for you. It causes you to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. In the hadith, that's narrated by Sayyidina Uthman ibn Affan, the Prophet says,
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best of you is the one who studies the Quran and teaches it to others. And by being part of this program, you are achieving this, to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. Because reciting one page a day, you're studying the Quran. That's one aspect of the hadith of the Prophet ﷺ. And then, as you invite others to look at the program, your family members, relatives, friends, and other Muslims you know, they look at the program, they learn more about the Quran Project, they join the Quran Project, and they because of they gain more knowledge about the Quran, you're contributing to that. And so you're counted from among those who are studying Quran and teaching to others. You then would be considered to be from among the best of Muslims. The Prophet ﷺ says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. I also shared with you this beautiful hadith that's reported by Imam Muslim in his Sahih and narrated by Sayyidina Abu Umama. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. So the Prophet عليه الصلاة والسلام says in this hadith, recite the Quran, recite this holy Quran, because on the day of judgment it will come as an intercessor for its reciters, for its companions. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. The Ashab al-Quran, companions of the Quran. So by you reciting this Quran every day, at least one page, you're connected to the Quran, you become from among the companions of the Quran, the Ashab al-Quran. And then what happens? What's the consequence of that? The Quran will come on the Day of Judgment and it will intercede for you. And the Quran, pure, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the uncreated word of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accept the intercession of the Quran. So what a great blessing for us. So I encourage you, make your niyyah to join the Quran Project if you have not done so. And then you start reciting your one page every day. Start from the beginning of the Quran and continue like this. The next hadith I want to share with you is a hadith which is reported by both Imam Muslim and Imam Bukhari. And that means it's muttafaqun alayhi, agreed upon. And narrated by Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ikra'u alayya al-Qur'ana. Faqultu, ya Rasulullah, akra'u alayka wa alayka unzila? Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Subhanallah, what a beautiful hadith. So in this hadith, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said, one day the Prophet ﷺ said to him, read out the Holy Quran to me, recite this Quran for me. I said, O Messenger of Allah, shall I read it out to you, whereas it was revealed to you? He said, the Prophet ﷺ said, I like to hear it from others. Then he began to recite the chapter Surah An-Nisa till I reached this verse. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. How will it be when we shall bring a witness from every nation and people, and we'll bring you, O Prophet, as a witness against them? When I said that, the Prophet said, حَسْبُكَ الْآنَ, sufficient it is for you. And then I turned towards the Prophet ﷺ and I found his eyes overflowing with tears. The Prophet ﷺ was crying, listening to the Quran. This is his relationship with the Quran. So here, the Prophet ﷺ mentioned that he loved to
He loves to hear this Quran from others. So that's why he asked Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. The companion, Sahabas, they used to say that Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, this great Sahaba, noble companion, he had such a beautiful voice. When he would recite the Quran, the Sahaba said they felt as if the Quran was being revealed to them now. Such was his beautiful recitation of the Quran. And so he recited the Quran, and then the Prophet listened to him, and the Prophet alayhi salatu wasalam was crying, tears overflowing from his eyes, listening to the Quran. SubhanAllah, this is his relationship with the Quran. This is what all of us should strive to be, have this close relationship with the Quran. And the final thing I want to mention today to remind you of is that the Prophet ﷺ says that when you recite the Quran, every letter of the Quran you recite, you get a blessing for it. And he mentioned, by way of example, when you recite Alif Lam Mim, you don't get one blessing or one thawab. For Alif, you get a thawab, a blessing. For Lam, you get a blessing. For Mim, you get another blessing. Such is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And so may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to love the Quran, bless us to recite the Quran, and make it easy for us to recite the Quran every day. And may Allah subhanahu wa ta'ala count us to be from among Ashab al-Quran, the companions of the Quran. Ameen, ameen, ameen. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. جشن آمد رسول الله الله بیبی آمینا کے پول الله الله جشن آمد رسول الله الله بیبی آمینا کے پول الله الله جب کے سرکار تشریف لانے لگے حور و دل میں بھی خوشیاں سرکار تشریف لانے لگے پور و دل میں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کی امید زندگی مل گئی مصطفیٰ کی امید زندگی کرنے لگا کوئی چہرے کے تار
جشن آمد رسول اللهی الله بی بی آمین که پول اللهی الله شادیان خوشی که بجائے گئے شاد کے نغم سب کو سنائے گئے شادیان خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغم سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا ہر طرف شور صلی علی ہو گیا عجب ہے نا حبیب خدا ہو گیا عجب ہے نا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ نا کیا پھر تو جبریل لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا اللهم أعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أما بعد My dear respected brothers and sisters, my dear murids, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be with each and every one of you. And welcome once again to this special program coming to you from the Islamic Forum of Canada,
where we share with you this message of mercy from God Almighty to all of His creation. This is our daily broadcast, coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum of Canada, starting at 7 p.m. every day, and that's Toronto time or Eastern time. We thank you for joining the program today. We hope you can join us every day at 7 p.m. Toronto time on this same YouTube channel. And we kindly request you to reach out to others, to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims that you know. Reach out to them, tell them about this program, share the YouTube link with them, youtube.com/Sheikh Faisal. Encourage them to watch the program. Inshallah, they would benefit and you would have increased blessings. So this continuing effort to engage, for you to engage in da'wah ilallahi ta'ala. Da'wah, invitation to Allah subhanahu wa ta'ala, by inviting people to look at this program so that they can know more about the message from Allah subhanahu wa ta'ala, this message of mercy of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We also request you to sign into the chat with your name and the city where you're from, so we can mention you and make special dua for you for making the extra effort to sign in to the chat if you haven't already done so. Subhanallah, you know, when the opportunity to do a good deed come to us, we should grab hold of it, because that opportunity does not last forever. So the opportunity to do good deeds in Muharram, it's gone now because the month of Muharram is no longer with us. Today it's the first day of Safar. But there are new opportunities, different opportunities, many more opportunities in this month of Safar. And throughout the month of Safar, we would mention and share these things with you. So special dua for all the sponsors of our dinner program. And then I want to make special mention of our donors, those who have donated to the Islamic Forum. We want to make special dua for all of them, those who donated today, yesterday, before, everyone. We really thank all our donors. We need your financial support, and we make special dua for you, those who've donated to the Islamic Forum. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. I would now like to recite a special dua for the month of Safar that's with us now. And we'll recite this special salawat that has great blessings and great kubul. And so we want to do that now. Special salawat and special dua for each and every one of you. I mentioned our donors. I mentioned the sponsors of our dinner program. I mentioned all those who are in the chat and all of you, our audience. Make special dua for each and every one of you and all the requests you have for dua, whatever you like to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for. Keep that knee in your heart and we would make dua on your behalf, inshallah. So please raise your hands and join me in dua as you make this special dua today. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم آمين 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 May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in tawfiq and kubul and ziyadah. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. The next item on our agenda that I want to go on to now, it's the tafsir, the continuous tafsir. We completed the tafsir of Surah Al-Hujurat. Today, I want to start a new series to do a tafsir of a very special surah in the Quran. And actually, we made this decision based on your feedback. There's some of the brothers and sisters that are looking at the program every day, they requested that we do this tafsir of perhaps, well, actually it is, the greatest surah in the Quran, Surah Al-Fatiha. A short surah, 7 short verses, but has great virtues. Greatest surah in the Quran. Different surahs have different descriptions and virtues. Different verses have different descriptions and virtues. The greatest ayah in the Quran is Ayatul Kursi, ayah number 255 of Surah Al-Baqarah, chapter 2. And the heart of the Quran is Surah Yasin. The mother of the Quran is Surah Al-Fatiha. So this is a surah that we want to embark on today, on this journey of the tafsir with Surah Al-Fatiha. And every day we would mention something about the tafsir of this great surah. 7 short verses, but scholars have written volumes and volumes about this surah. And so we've looked at what the different scholars have mentioned about the tafsir. To share that with you, but to give it a modern flavor, a relevance to our society and our time that we're living in. And this is what I want to share with you, just like as we did with Surah Al-Hujurat. When we were giving the tafsir, we were relating it to our lives in society and the relevance of the Quran to our lives in society. Similarly, Surah Al-Fatiha. Every Muslim recites this short surah of 7 verses at least 17 times a day. At least 17 times a day. In an authentic hadith, the Prophet ﷺ said, a prayer or salah during which a Fatiha is not recited is invalid. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. There's no salah for the one who does not read in that rakat, Surah Fatiha. And we say at least 17 times because there are 17 rakats or units of prayer in the 5 fard obligatory daily salah. So Muslims recite the fard at least 17 times in the daily prayer. So there are 2 rakat for fajr. You count with me now. So you're reciting the fard of fajr. You have to recite Fatiha in each rakat, that's 2 times. This is just a fard. So that's why we're saying at least 17 times. 2 rakat of fard, of fajr. 4 rakat of dhuhr. How much is that? 2 plus 4, 6. 4 rakat of asr. 6 plus 4 is 10. 3 rakat of maghrib.
10 plus 3 is 13. 4 rakat for Isha. 13 plus 4 is 17. That's how you get your 17 rakat, what I'm sharing with you. But in addition to that, you do your sunnah and your nafil and so on. So at least 17 times, more than that perhaps. More than that, you recite Surah Al-Fatiha every day. Right? So you must ask yourself, or people may ask yourself, why are you reciting the Surah Al-Fatiha so many times every day? Because the Quran has 114 chapters. Maybe you can take turns reciting different ones. But this short surah, Surah Al-Fatiha, contains a thematic summary of the principal core ideas of Islam, its beliefs and concepts. It outlines the essential perceptions and attitude of the believer. The Fatiha, actually, is described by the scholars as a summary of the Quran. You have the Quran, and the Fatiha establishes the main themes contained in the rest of the Quran, a summary of the Quran contained in Surah Al-Fatiha. And some scholars have also said now that the Basmala means Bismillahirrahmanirrahim, but it's called Basmala. This is a summary of the Fatiha. And we'll explain this in some more details as we proceed in our tafsir of Surah Al-Fatiha. So all of this indicate why Surah Al-Fatiha is chosen for frequent recitation and why it is essential for the validity of Salah, Surah Al-Fatiha. The Arabic text, I'll recite it for you inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, most gracious, most merciful. All praise is for Allah, Lord of the worlds, most gracious, most merciful, master of the day of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us on the straight path, the path of those upon whom you have bestowed your grace, not the path of those who earn your anger or wrath, nor of those who go astray. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama, wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, fi kulli lamhatin wa نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. The seven verses of Surah Al-Fatiha. Here I go with the opinion of the scholars who considered Bismillahirrahmanirrahim as a verse in this Surah Al-Fatiha. There's the vocabulary reference for the surah, which is to understand the meaning of the different words that are used
in each ayah. And I want to briefly go over this, and later on we would look at some of the key words and go into a deeper explanation of the meaning and linguistic implication of those words. Allah subhanahu wa ta'ala reveals, Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismi, that word at the very beginning of Bismillahir Rahmanir Rahim, the Basmala, in the name of. It's actually bi ismillah. Bismi. Bismillah. In the name of, by the name of. Allah, meaning the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, the most gracious. Ar-Rahim, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise be to Allah, Lord of the worlds. Alhamdu, praise, but linguistically, the praise, or all praise, specific. Because it has al at the beginning, al and hamdu. Al is in the Arabic language, is called Adatu Ta'rif, the definite article, the. It makes something definite as opposed to indefinite. The praise, meaning all praise, is for Allah. Lillahi, literally for Allah. Li Allah, the letter lam in front of Allah, it becomes lillahi, for Allah, meaning belonging to Allah subhanahu wa ta'ala. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. All praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. There can be no praise independent of Allah subhanahu wa ta'ala. Even when you praise a person, it is because Allah subhanahu wa ta'ala caused something to happen. Like that person did something for you. And that person, and so you praise him. So that person could not do something independent of Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah subhanahu wa ta'ala who guided that person to do something good for you. Therefore, you praise that person, and indirectly praising Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala guided that person, caused that person, gave that person the facility, the faculty to do something good for you. Whatever the reasons that you're praising them for. So Allah subhanahu wa ta'ala is behind that. So all praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb. Alhamdulillahi Rabbi. Rabb means a Lord or cherisher or sustainer, the one who provides everything for you. That's the concept of Rabb, the Lord. Rabbil Alameen, the Lord of all the worlds. Rabb, meaning cherisher, sustainer, your Lord, the provider, who provides everything for you. And then he is Rabb, Rabbil Alameen. Alameen is the plural of Alam, meaning the world, ultimately the universe. And in this universe, different worlds. And among its meaning as well, and as I said, later on we'll go into more details about it, but worlds, the plural here, referring to different kingdoms, like you have the animal kingdom, the plant kingdom, and so on and so forth, different types of specimens occupying their own kingdom. The scholars have said these are worlds. What it refers to ultimately is the entire universe and all the creation in this universe, wherever they are, this earth and everything it contains, and the entire universe, all the different constellations and systems and planets and stars and so on, all of that. Allah subhanahu wa ta'ala is Rabbil Alameen, the Lord of the entire universe, of all the worlds. Rabbil Alameen. Then Allah subhanahu wa ta'ala, the verse also says, Ihdina siratul mustaqim. Ihdina, well, guide us on the straight path. Guide us to the straight path. Ihdina, guide us, show us. As sirat, meaning the path or the way. Al mustaqim, the straight. So I'm going to straight. So guide us to the straight path.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. So we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, and then Ar-Rahman Ar-Rahim. So we mentioned earlier, but let me repeat it again for the sake of completeness. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful, the most compassionate. Ar-Rahman meaning this most gracious, most merciful creator. Ar-Rahim, later on we will explain it to mean the source of mercy, the all-merciful. The mercy giving. He gives mercy to his creation. That is the implication of Rahim. There's also an interesting connection between this name of Allah subhanahu wa ta'ala, Rahim, and its root, where it comes from, of Rahim, which refers to the womb of the mother. And later on we will talk something about the nature of that mercy among human creation. Allah subhanahu wa ta'ala continues, Maliki Yawmiddin, Master of the Day of Judgment, King of the Day of Judgment, Sovereign of the Day of Judgment. Malik has this implication, the Master, the King, the Sovereign. Yawm means day. Ad-Din in this ayah means judgment, the Day of Judgment. It also, Deen as a word means religion, like Deen al-Islam, the religion of Islam. In this context, Yawm al-Din, the Day of Judgment. Allah subhanahu wa ta'ala is the Master, the King, the Sovereign of the Day of Judgment. Maliki Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help. Iyaka, thee, you alone. It means you, but with emphasis. Emphasis. So you alone, sometimes that's how it's translated, you alone, for emphasis. Iyaka, iyaka. Na'budu, na'budu means we worship. You alone we worship. Iyaka, it's a strong particle of emphasis. Wa means and, the conjunction, joining two things together. Iyaka, the, you alone again. Nasta'in, we ask for help, we seek your help, we seek your assistance. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help. Iyaka nasta'in. Iyaka is used here again for asking help. Allah subhanahu wa ta'ala. You alone we ask for help. Help comes only from you, Allah subhanahu wa ta'ala. And once again, the implication is that if help comes from some person, like if you get help from some person, it is only because Allah subhanahu wa ta'ala guided them to do that. If Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want anything to happen, it cannot happen. The ultimate cause of everything is Allah subhanahu wa ta'ala. This is the way we understand this Quran and Surah Al-Fatiha in particular that we are discussing now. Iyaka. Then the special dua of Surah Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide us to the straight path. Ihdina means to guide us, to show us. Hidayah is derived from the same word, hudiyah, hidayah. As-sirat
means the path or the way. Mustaqim, the straight. So, ihdina sirat mustaqim, guide us to the straight path. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdalin. The path of those whom you have favored, not the path of those who earn your anger, nor of those who go astray. So sirat, once again, the path, the way. Alladhina, those. An'amta, you have favored. An'amta from ni'mah. The one you have granted your favor to, the one you have bestowed your grace upon, and so on. Anamta. Alayhim, upon them. Ghayr, this particle gives a negative meaning. So, ghayr, not. Al maghdubi, the anger, the wrath. Alayhim, upon them, on them. Maghdubi from ghadab, anger of. Anger, in this case of Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dalin, and la also means, it means no, not. It gives negative meaning of the word. Ad-dalin, those who go astray. Those who go astray. So, sirat al-ladhina anamta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, wala dalin. The path of those upon whom you have favored, not the path of those who earn your anger, nor are those who go astray. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. So this, in brief, the vocabulary reference for the ayahs and each word in the ayah. Inshallah, it's good if as part of your additional studies of the Quran project and of the tafsir, that you memorize the meaning of these words. It helps quite a lot. If you start doing this, memorizing the meaning of the different words in these short surahs that we do the tafsir of, in this case Surah Al-Fatiha, then after a while you would start understanding more and more of the Quran. More and more of the Quran. The introduction, I want to share a few things with you. Your journey into the Quran starts with Surah Al-Fatiha. This is at the very beginning. It's referred to as the opening of the book, the opening to the book. Fatihatul Kitab, literally meaning the opening or the opening chapter. So your journey into the Quran begins with Surah Al-Fatiha. And just as a seed, when you plant a seed, it grows into a tree, it gives branches and bears fruits from that seed. So it is, the surahs of the Quran grow out of the seed Al-Fatiha. The verses of the surahs, one after the other, they're elaborating and expressing the major themes and issues mentioned in Al-Fatiha. So that's why we said that this is the summary of the Quran, Surah Al-Fatiha. So important it is. When you understand Surah Al-Fatiha well, you will have a good grasp of the Quran, the major themes of the Quran. So this, and this is why it's so appropriate to be the opening to the book, the opening for the book, the Quran, the book of Allah, Kitabullah.
And so there is the kalimat, at the level of the kalimat, the words, the ayat or verses, the surahs or chapter that comes out from this seed, just as how the branches and fruits come out of the seed that you plant, of that tree. Similarly, the kalimat of the Quran, the ayat of the Quran, the surahs of the Quran grow out of Al-Fatiha. Their rules or ahkam, which are derived from Surat Al-Fatiha, and they address the application of Al-Fatiha in issues of worship, occasions for recitation, its blessings and virtues, and other such matters. Many rules which are derived from Surat Al-Fatiha, and they are called ahkam. The rules of Surat are derived from Surat Al-Fatiha. This surah now, Surat Al-Fatiha, begins in the name of Allah and with two attributes of His benevolence. The benevolence or mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the compassion of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is this concept of noble beginning, your beginning. And the Quran begins like this, this amazing, sacred, noble beginning. And such is the nature in the actions of your life, that when you begin something well, then it usually ends well. But when you begin something in an evil way, then it may end up evil or bad. And so there's a concept of niyyah in our actions in Islam, intention. And so the Prophet ﷺ mentioned the hadith that we've mentioned on several occasions in our live stream broadcast. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Verily, actions are judged by intentions. And everyone is rewarded based on their intention. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Intention. So this concept of noble beginning, that you begin well, and it's beautiful. And I want you to understand this, so all your actions can be like this now. Noble beginning, starting with your niyyah, good niyyah for Allah subhanahu wa ta'ala. Purify this heart. So everything you do is based on a good niyyah for the ridwan of Allah subhanahu wa ta'ala, to gain the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد أشرف العرب
العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد جبلت بالنور تينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نور ولا يا حي نور ليك الرأي يا حي. نور ولا يا حي نور ليك الرأي يا حي. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلك یہ چار تارے جن ملاتے جائیں گے تب تلك جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلك یہ چار تارے جن ملاتے جائیں گے تب تلك جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. كل من سار على دربهم، كل من سار على دربهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المهان، وبهذا الحب لا نخشى المهان. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مولانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قطب النقطان.
الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن قطب اللقطات مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن قد دل على المولى وسما في الفضل الى اعلى كنن قد دل على المولى وسما في الفضل الى اعلى كنن واتى في هذا العلم بما قد زاد على ابهى فنن قل قطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن معرفه المولى غايته فاتبعه على هذا السنن معرفه المولى غايته فاتبعه على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاغرف من هاتيك السنن قد ضل قطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن واساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن واساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعن قطب اللقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن حب وافن عن الاكوان فما يرقى الا من فيه فني حب وافن عن الاكوان فما يرقى الا من فيه فني وادخل ابواب الغيب وسل ما شئت وللاسرار سني قطب اللقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن واشرب كاس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكن واشرب كاس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكن وبحب رجال الله فدن وإمام الكل أبي الحسن قطب اللقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن والزم عتابا طاهرة ان جئته ميثرة الوطن والزم عتابا طاهرة ان جئته ميثرة الوطن وبعذاب كف وتمرق ولروحك في القبر ارتهني قطب اللقطى بمدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الاسرار امام هدى الروح له ادنى ثمن واشكر لله وصل على طه في السر
العدلي وابو الحسن بحر الأسرار إمام هدى أروه له أدنى ثمن وابن اليعقوب جاهلا دعوى في أثواب الكفن وابن اليعقوب جاهلا دعوى في أثواب الكفن فقف يا مولاي عليه وعلينا جمعا بالمنن وكل قطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن فحر الأسرار إمام هدى أروه له أدنى ثمن قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن فحر الأسرار إمام هدى أروه له أدنى ثمن أروه له أدنى ثمن أروه له اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 محمد زينة الدنيا وبحجتها محمد كشيف الأمة والظلام محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سعير التهم صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها
والحكم صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نورا لكل عام محمد آمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. جشن آمد رسول الله الله بیبی آمینہ کے پول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بیبی آمینہ کے پول اللہ اللہ جب کے سرکار تشریف لانے لگے حور و غلما بھی خوشیاں سرکار تشریف لانے لگے حور و غلما بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کی امید زندگی مل گئی مصطفیٰ کی امید زندگی عجب ہے نا حبیب خدا ہو گیا عجب
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله. محمد جبلت بالنور تينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد مدين الإنعام والحكم. لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نور ولا ياه نور لك الرأي نور ولا ياه نور لك الرأي سارة عالم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جبتلك يا چاند دار جن ملات جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے يا رسول الله كان راغبا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد My dear beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and every one of you. And welcome once again to our daily live stream broadcast. This program coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum of Canada. The program starts at 7 p.m. every day, Toronto time. We thank you for joining us today on this first day of the month of Safar. So last night we concluded our greetings for, there were three special greetings we were doing throughout the month of Muharram, for the month of Muharram greetings, for Ashur Mubarak greetings, for the new Islamic year Mubarak greetings. So from tonight we are starting the special greetings for Safar Mubarak greetings. Throughout this month of Safar, inshallah, on this first day of the month of Safar. There are several things that you should do in the month of Safar, and we want to encourage you to do that, inshallah. Among which, there is the practice of the awliya, and we are trying to revive this practice, which is the special qurbani for Safar. The awliya recommends this practice, that they would do a special qurbani for the month of Safar. And among which it's that this is a time when the calamities, tribulations, trials for the year descend for the following year, from now until next Safar, for the following year. And so they would do the sacrifice as a way to protect themselves from calamities which are coming down. We mentioned in our dua series about the effect of dua, that if something is a calamity, for example, is telling you, dua would keep it away from you in this way, inshallah. So this is the practice of the awliya, that it's a good practice that you should try to do. And so we are arranging here at Islamic Forum the special qurbani for Safar. And this is done on the Wednesdays of Safar, inshallah. And for the month of Safar, we look at there are four Wednesdays for the month of Safar. So every Wednesday to do that special qurbani for Safar. So we usually encourage the murids to do this, and you can do it in your own country or where you are, come together to do that, or you can do it through the Islamic Forum if you're not able to do it by yourself. So for example, the murids in Trinidad, they would make arrangements to do it. They're hoping to do one this Wednesday. Sid Maulana Tariq is coordinating that, and I want to encourage the brothers and sisters in Trinidad to contact him so you can contribute towards that Qurban, similarly for Guyana. And some of you, if you would like to contribute to the Qurbani for Safar, you can do it through the Islamic Forum. And it's in shares of $100. So you can contribute $100 towards the Qurbani for Safar. And then we'll put that money together and arrange the Qurbani. And all those who do their need, they'll do that. So you'll do this
on the Lillahi or in the Lillahi category of donation, and you just put a comment, Qurbani for Safar or Safar Qurbani. So we would know that's what you're donating for. I wanted to share this with you at the beginning on this first day of Safar, that you get a chance to participate if you would like to do this, inshallah. So that's the Safar Qurbani, inshallah, that we wanted to share with you. So Safar Mubarak to all of you on this first day of Safar. And also, for the month of August now, we have a special birthday for tomorrow. And this is Siti Hilda in Guyana, 95 years old, or she'll be observing her birthday tomorrow. We want to wish her a happy birthday. I want to ask Siti Naeem Al-Faisal to convey happy birthday greetings to his grandmother, inshallah. And I request the Muris in Guyana, you can go and visit Siti Hilda tomorrow for her birthday. Wish her happy birthday, inshallah. The oldest Murid in our tariqa, 95 years of age, and going very strong and very committed, dedicated, doing her dhikr and so on. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her on her birthday. You can wish Siti Hilda happy birthday, inshallah. There are several things to do in a month of Safar. Inshallah, we'll inform you on the program every day, remind you. Tonight we mentioned some things earlier. The dua for Safar, for example, you want to try to recite that. And several other things, including the special ghusl for the month of Safar, that you should perform the full ghusl or full ritual bath for the month of Safar, and to perform 2 rakat nafil salah for the month of Safar as well, inshallah. So we want to request you to do that. And you can also keep an eye out on the emails that you would get that reminder. But on the program, every night, we remind you so you can be doing these things, inshallah. So please make a note of it in your notebook that you can implement them, inshallah. We want to thank all those who continue to participate in the Fatiha Khatam. We just have a few more days this week. Saturday of this week, 3rd of September, will be the final day for the Khatam, inshallah. So first of all, try to recite what you have pledged so far, and this is a good opportunity in the final week of this Khatam project for you to pledge some more and recite it, to finish it by this Saturday, inshallah. Alhamdulillah for that. So we want to thank all those who are participating in the Fatiha Khatam, Siti Mari McGee, Sister Bibi Farida Babs from Florida, Siti Amar Al-Faisal, Siti Razia, Sister Bibi Rasool, Sister Bibi Ibrahim, Siti Zairul, Siti Hussein Al-Faisal, Sister Farah Chuktai, Siti Hasib and Siti Asian family, Siti Halima Khan, Siti Bilal McGee, Auntie Betty, Siti Ali Khan, Sister Roxana Begum, Siti Rahim Ali from Trinidad, Siti Ashan Bakas from Guyana, Siti Jesse Maroney from California, Siti Dawn Frank from Chicago, Sis Abinus Shamayla from Manchester, United Kingdom, Siti Hawa Vivian from Los Angeles, Siti Sherry from Scarborough, Siti Rashad Osman Ali, Siti Naim Ali, Siti Imran Durrani, Siti Naim Al-Faisal from New York, Siti Raid Osman Ali, Siti Rani Rahman, Siti Maulana Tariq from Trinidad, Brother Moeen Muhammad from Orlando, Florida, Sister Farisha Muhammad from Orlando, Siti Elijah McGee from Richmond, Virginia, United States, Siti Zahiri Hassan from San Diego, United States, Siti Faisal Tahir from Vancouver, Siti Dr. Tahir Chowdhury from Los Altos in the United States. So those are the names of the brothers and sisters who are participating in the Fatiha Khatam, inshallah. And we hope you can, if you haven't done so, just make your niyyah to gain the blessings, inshallah.
to this evening, earlier today, the Muris in Guyana did a special mawlid, a special dhikr gathering to commemorate the Sheikh's birthday. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. And alhamdulillah, I was able to speak to them, with them, during the program at Sidi Ahmad's home and Sidi Sharona's home. It's also Sidi Sharona's birthday as well. So, alhamdulillah for that. Do remember to enter your information in the chat, your name, city where you're from, and the updates on the different projects. And now also for the happy birthday greetings to Siti Hilda, 95 years of age, the oldest Murid in her tariqa. Alhamdulillah, may Allah bless her. At the top of the chat, there are several messages from the admin staff. Please go through those messages so you can respond accordingly, including this book, Blessings of Istighfar, and other books available from Amazon.com that you can get your copies of. And the links are in the chat for the books. And you can get additional copies as a gift for your loved ones, family members, relatives, and friends, inshallah. And then for Islamic school, registration is open for the new academic year, the new school year, which will start on Saturday, the 10th of September. So the Saturday after the long weekend, the Labor Day long weekend in September. So 10th of September, our new school year begins. So you can register for that, inshallah. We have classes for students from grades 1 to grade 12. Alhamdulillah. At the top of the chat, Auntie Betty Amina Dean from Toronto. Alhamdulillah. So we start our Safar Mubarak greetings. Alhamdulillah. Thanks for remembering the Safar Mubarak greetings. Siti Wahida Shah Lachman from Avoca Jamaat in Trinidad and West Indies. Welcome. Auntie Betty recited 1,000 salawat today for a total of 201,000 salawat. Fatia Khatam recited 300 for a total of 5,000. And so, alhamdulillah, Auntie Betty finish 5,000, and she take another 1,000. Very good, alhamdulillah, on this 28th day of August. This is very nice. So you make dua that Allah SWT make it easy for you to complete this by Saturday, inshallah. Very nice. And it's great. So 6,000 so far. In terms of pledges, 5,000 completed. Great progress. May Allah bless you. Alhamdulillah. Siti Zairul and family Toronto, welcome. Alhamdulillah. And thanks for the Safar Mubarak greetings tonight. Today, the first day of Safar, inshallah. And this is Zairul, Quran project up to chapter 43, Salwar project 500 for a total of 191,000, Fatiha 200 today for a total of 5,600 out of the total pledge of 6,000. Very good, very good. Alhamdulillah, excellent. Siti Nafisa Al Nabi and family from Princess Tonga Trinidad, welcome. Alhamdulillah. Sister Bibi Ibrahim, Brother Muhammad Ibrahim and family from Pembroke Pines in Florida, wishing Safar Mubarak greetings to the IFC family. Says grateful Sheikh Faiz for the blessed daily programs. Alhamdulillah. Shukran. Continue to reach out to other people and tell them about the program. Encourage them to watch your program. Siti Wahida Shah Lachman says, gratitude project. I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the guidance of this program, meaning like the knowledge she gains and she learns more about Islam and guided to do things about Islam. Alhamdulillah. This is a Bibi Farida Chan, Brother Sama Chan and family from Miami in Florida. Welcome. Thanks for joining us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your entire family.
Brother Keith MacDonald, Sister Ulla, Brother Juan from Toronto, welcome. Wishing Safar Mubarak. Greetings to everyone, to the Ashley family. Shukran to all of you. May Allah bless all of you. Sidi Abdul Wahab Abrahams from Cape Town, South Africa, welcome. And recited the Wirt Alam 3 times today. Very good. Alhamdulillah. Siti Mariam Magee, Siti Bilal, Siti Elijah from Richmond, Virginia, in the United States. Welcome. Wishing Safar Mubarak greetings to your beloved pious Sayyidina Sheikh Faisal, your beloved noble parents and family, the Murids, admin staff, entire IFC family. Shukran, Siti Mariam, for remembering everyone and mentioning my parents and family. May Allah bless you and your family more and more, inshallah. This is Shakila Majid and family. From Florida, United States, welcome. Thanks for joining us, alhamdulillah. Siti Halim Ali from Brampton, welcome. Siti Hawa Vivian from Los Angeles in the United States, welcome. And so tonight we're starting our Safar Mubarak greetings. Very good, may Allah bless you, Siti Hawa Vivian from Los Angeles. And Siti Hawa says, Salawat Project 2,000 today for a total of 42,000 Salawat for the year so far. Quran Project up to chapter 11. Gratitude Project, grateful for this daily live stream program. I look forward to the dhikr, the lecture, and being with IFC family. Alhamdulillah, Siti Hawa, thanks for mentioning this wonderful niyyah. It's a blessed niyyah to have, and all of you should have similar niyyah for the program. Like, thank Allah subhanahu wa ta'ala for this program, you know, then you look forward to the program, to doing the dhikr, and listening to the lecture, and being part of the IC family. Very nice. And the qasida, I want you, all of you, to recite the qasida every night as we play the qasida in the program, recite it. And we put the lyrics of the qasida on the screen, so you can look at the screen and recite the qasida over and over again every night, so you memorize it, inshallah. Sister Bibi Zaminu Razak and family from Cotton Tree Village, West Coast, Barbados in Guyana, South America, welcome. Sidi Shamir, Sidi Samir, Sidi Amir, Sidi Shabir, Sidi Shafir, Sidi Shazia, Sidi Sadika, Sidi Alima, Sidi Medina. All from Queens, New York, in the United States. Welcome to all of you. Alhamdulillah. And do remember to reach out to other Muslims, you know, tell them about the program. Encourage them to watch your program. Sign into the chat. Siti Hafiz Hussein, Siti Azam Hussein, and family from Brampton. Welcome to all of you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And today, well, you mentioned last night that today, 12 noon, we have a special broadcast for you. So, I hope you were able to look at it today. We did a nikah here at the Islamic Forum, so we hope you witnessed the nikah today. We did it on the live stream broadcast as part of the program. So this is one of the benefits of subscribing to the channel. Just make sure you subscribe to the channel and turn on notifications by clicking on the bell. Click on the bell so you turn on notifications, and then when we have any of these programs, these special programs, you'll receive a notification about this, so you can look at the program. So alhamdulillah, they're brothers and sisters who saw that notification, and they were able to look at the program, sign into the chat. So we had a wonderful nikah program today at Islamic Forum, inshallah. And this Saturday of this week, 3rd of September, we have another special program for you. We'll tell you about it later on, inshallah. And Siti Mariam wishing Nikah Mubarak greetings to Brother Muhammad and Sister Mariska. They did their Nikah today. And happy anniversary to Siti Zahid and his wife on their wedding anniversary. So we want to make special offer Sidi Zahid today, his wedding anniversary. Alhamdulillah, we make dua for him and his wife and his family, his children. May Allah bless all of them, inshallah. So
happy wedding anniversary to see Zahid and family, his wife and family. Sidi Ammar Al-Faisal and family from Hamilton, welcome. Alhamdulillah, wishing Safar Mubarak greetings to our beloved Sayyidina Sheikh Faisal, your beloved noble parents and family, the Murids, the admin staff, and the entire FC family. Shukran Sidi Ammar for remembering everyone and for mentioning my parents and family. May Allah bless you and your family, inshallah. And Sidi Ammar spent the weekend in the Zawiyah. Alhamdulillah, we did a lot of nice work, training, and especially spiritual training for him and the other Murids who spend the time in the Zawiyah. We encourage the brothers and sisters to come and spend time in the Zawiyah. Inshallah, you'll benefit quite a lot. So, shukran to Sidi Ammar. Sister Bibi Farida Babs and Umar from Pembroke Pines in Florida. Welcome. And wishing Safar Mubarak greetings to the entire IFC family. Alhamdulillah. And says, grateful to Sheikh Faiz for the blessed daily programs and daily lectures. Shukran, thanks for your feedback. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Sister Bibi Farida Babs. Sidi Inshan Ali, Sidi Neera Ali and family from Barakpur in Trinidad in the West Indies. Welcome to all of you. Alhamdulillah. Thanks for joining us. Sister Brenda Williams and family from Harlem, New York. Welcome. Wishing Safar Mubarak greetings to Sheikh Faisal and family, to the admin staff, and to my IFC family. Alhamdulillah, my IFC family. I like that. Alhamdulillah, it shows that you take ownership for the IFC family. You're part of it, inshallah. And Sister Brenda says, grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for blessing me to be spiritually uplifted by Sheikh Faisal's lectures. Alhamdulillah, shukran for feedback. May Allah bless you more and more. Sister Brenda Williams from Harlem, New York, and try to recite the Wird Alam, inshallah. Try to recite the Wird Alam every day as much as you can, and you can include that in the chat, how many times you're reciting the Wird Alam. And Sister Brenda Williams said, Salawat Project, 1200 today for a total of 30,000 salawat, alhamdulillah. And Quran project up to surah number 3. Very good, Sister Brenda Williams, excellent progress. Sidi Razia, Sidi Tariq from Scarborough, welcome. Sidi Yasmin from Bowmanville, welcome. Wishing Safar Mubarak greetings to the IFC family, alhamdulillah. Sidi Aliya Khan and family from Ottawa, welcome. Alhamdulillah. And wishing Safar Mubarak to the IFC family. Shukran, may Allah bless you on this first day of Safar. Sidi Sharif and family from Scarborough, welcome. Wishing Safar Mubarak greetings to Sayyidina Sheikh Faisal, his parents and family, loving parents and family, and fellow Murid's IFC family. Shukran, Sidi Sharif, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family, alhamdulillah. Sidi Sabiha Qadir, Sidi Kamran and Sarah in Chicago, Illinois, welcome to all of you. Wishing Safar Mubarak greetings to our dear Sayyidina Sheikh Faisal, his noble parents and family, admin staff, fellow Murid's IFC family. Shukran, Sidi Sabiha, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your entire family, alhamdulillah. Sidi Asha Bakas, Sidi Sherry Bakas and family from East Bank, Brothers Village, East Bank, Borbis, in Guyana, South America. Welcome, alhamdulillah. And completed 200 Fatiha. So that's Sidi Ashab. Alhamdulillah. Very good. And let us know also what is the total pledge. So 200 out of what total, inshallah, if you did any pledge. I know you usually just send in the numbers that you completed. So you completed another 200. You can maybe let us know what is the total you've completed so far. Like we have 500 so far. Just check your records and see, inshallah, if that's correct, or you can mention the correct numbers in the chat. And Sidi Ashab and Sidi Shari says, did the
dhikr today, the dhikr halaqa at Edinburgh Masjid for Alicia Gulmadeen for her fifth birthday. So we want to wish Alicia a happy birthday. Sidi Ashab and Sidi Sher, please convey, call the family maybe tomorrow and let them know that we wish Alicia happy birthday and we make dua for her, inshallah. Thanks for arranging the dhikr halaqa for this purpose. Very good. So once again, you want to keep engaging the murids, let them come out and attendees dhikr halaqa and invite other brothers and sisters so then they can become part of our AFF tariqah, inshallah. Brother Ahsan Shabir and family from Italy, welcome all of you from Italy. We make dua for you and your family as requested, inshallah. Sister Shireen Jabbar and family from Scarborough, welcome. Thanks for joining us. And Sidi Sharif says, dear Sayyidina Sheikh, grateful for the tafsir of the mother of the book, the Quran. Completed 100 Fatiha today for the Fatiha Khatam. So Sidi Sharif did complete 100. Alhamdulillah. Very nice. So this is the 100 that you pledge. So we have that you've finished 300 Fatiha so far. So you can take another share tonight, put it in the chat, inshallah. Alhamdulillah. Shukran Sidi Sharif. Brother Fazil Muhammad and family, welcome, alhamdulillah. If you can please enter your city and country where you're from, inshallah. I think Scarborough, but you can kindly remind us, inshallah. Because we have more than one Fazil Muhammad, so just to make sure we are recognizing the right person. So, Siti Mariam says, you're asked to help a new convert, Sister Amira. So the way to do this is to invite them to the program. Tell them about the program, invite them to watch the program. This is the first step. And you don't want to do anything else until they can be doing this. The sister, she wants you to help her with Islam, then she has to respond to what you're telling her to do. This, you cannot help someone if they don't want to help themselves. They must want to help themselves to learn about Islam. So you tell them about the program and let them watch your program and sign into the chat. Show them that. Once they're doing that, they learn, and then you can then teach them, especially the dhikr, the Weird Alarm dhikr, so they can start reciting the Weird Alarm dhikr and watch the program. And when they're doing that, you start teaching them other things, that their salah, that they can do and so on. But the first thing is for them to look at the program. They must be willing to help themselves before you can help them. If someone is not willing to help themselves, you would not be able to help them. You know. So then you make sure that they can make some effort. And the effort, the first step, is to watch this program. You tell them that, inshallah. So write that down, Siti Mariam, and you can update me on how they are doing, inshallah. And let them sign into the chat every day as you watch the program. Sidi Mahmoud Al Hassan and family from Scarborough, welcome. Wishing Safar Mubarak greetings to Sayyidina Sheikh Faisal, admin staff. So it's admin staff, not admin team, but admin staff, fellow Murids, the IFC family. Shukran Sidi Mahmoud Al Hassan. May Allah bless you and your family. Alhamdulillah. Sidi Mahmoud says, grateful to Almighty Allah for you, Sayyidina Sheikh Faisal. I'm humble and grateful for this program and your guidance and teaching that I can help other sisters. Alhamdulillah. So once again, for other sisters, the first thing, you keep working on them to look at the program.
once again, and this is a way for you to know whether they're interested in learning about Islam, whether they're sincere in learning about Islam. They must be willing to make some sacrifice. If they're not willing to make some sacrifice, they would not learn, and then you'll end up wasting your time. So this is what you do, inshallah. So your time will be well spent, and we make dua Allah subhanahu wa ta'ala bless you so you can spread this message of Islam to others, inshallah. Sidi Rahim, Sidi Uriana, Sidi Bibi and family from Prisal, Halak and Trinidad and West Indies, welcome to all of you, alhamdulillah. Sidi Maulana Tariq al-Faisal, Sidi Karin al-Faisal from Curep in Trinidad and West Indies, welcome, thanks for joining us. And Sidi Maulana Tariq says, Safar Mubarak, greetings to Sayyidina Sheikh Faisal, his noble parents and family, admin staff, IFC family, alhamdulillah, shukran, fellow mureeds. Sister Ruksana Begum wishing Safar Mubarak greetings to the IFC family, Quran Project up to Surah Taha, 2200 salawat today for a total of 767,000 salawat. We make dua for you and your family, inshallah. Siti Razia says, happy birthday. Greetings to Siti Hilda. Alhamdulillah, shukran. Sister Zairul says, happy birthday. Greetings to Siti Hilda. Alhamdulillah. Very good. So we want to encourage all of you to wish Siti Hilda happy birthday. You can type it in the chat, inshallah. And Siti Hawa Vivian for the Fatiha Khatam. And Siti Hawa says, completed another 100 Fatiha. So we'll add that to the list. So far we have Siti Hawa, that you completed 300 Fatiha. Yeah, very good, very good. Alhamdulillah, you can do some more. Siti Marwan Magi says, very special happy birthday to Siti Hilda. And says, please give her a special hug for me. Truly inspired. I'm truly inspired by her. Shukran, Siti Mariam, for that. We'll let Mureeds know to give her a special hug tomorrow when they're going to visit her, inshallah, from you, Siti Mariam. Alhamdulillah. Excellent. Brother Sulaiman Varachia and family, welcome. Thanks for joining us. Brother Sulaiman Varachia and family from Toronto. Welcome. Thanks for joining us. We hope you can join us every day, 7 p.m. Toronto time, inshallah. Sidi Abdul Wahab Abraham from Cape Town, South Africa. Welcome. We make dua for you as requested. Sidi Zahid Ihsan and family from San Diego in United States. Welcome. Alhamdulillah. Wishing Safar Mubarak greetings to Sayyidina Sheikh Faisal and the IFC family. And Sidi Zahid, special wedding anniversary greetings and congratulations to you and your family. Alhamdulillah, may Allah bless you. And Sidi Razia said, one more share, 100 Fatiha completed for Sidi Razia. Alhamdulillah, Sidi Razia. So you did 100 more on this 28th day of August, fourth day of Muharram. Sorry, Safar, fourth day of Safar. So we have 300 for you, Siti Razia. Check your records and let us know if that's correct. We have 300 completed, 200 before, now not 100. Very nice. Alhamdulillah. And Sidi Raza says, Safar Mubarak, greetings to you, Sayyidina Sheikh Faisal, and your family, and all the Mureeds and IFC family. Shukran. And Sidi Mari says, yes, I spoke to the sister, Sister Amira, today and told her about live stream broadcast. So let her look at it.
make sure she looks at it, and you tell her to sign into the chat, because that's how you would know that she's looking at a program. So tell her that this is a way for her to learn about Islam. She does this, and once she's doing this, then the next thing is the weird alarm. To teach her the weird alarm so she can start reciting it little by little, one item at a time. For example, Astaghfirullah. This is the first item, first dhikr of the weird alarm. That you teach her, let her repeat after you, inshallah. And she can follow it on the YouTube channel also, and on the website, sheikhfaisal.com website, Afwan, or the Islamic Forum website. And she can do that. So you let her do like this, inshallah. And you know, we pray Allah subhanahu wa ta'ala guide her so she can learn more and practice more from you, inshallah. Shukran. So these are the brothers and sisters in the chat. We want to make special love for all of them, inshallah. So once again, remember the special things to do for the month of Safar, on this first day of Safar, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you, protect all of you. And we mentioned the Safar Qurbani project that if you want to participate in, you can do so. So in the Lillahi category on the donation page, you do it through that, and it's shares of $100 for the Safar Qurbani. And you just mention in your donation, the memo, that this is for Safar Qurbani, inshallah. It's a wonderful thing to do. As I said, this is a practice of the awliya, and we want to revive this practice among the IFC family, that you can be doing this, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect you from calamities in this month of Safar as it descends, and protect you for the rest of the year, inshallah. So we'll make dua for everyone in the chat, everyone looking at the program, our entire IFC family, all our donors, those who donated today, yesterday and before, all those participating in the Fatiha Khatam as well, make special dua for them. And for each and every one of you, whatever dua you like to make, put that niyyah in your heart, and we make that dua for you. And then all the niyyah that we mentioned for dua, we include all of that, inshallah. And especially for Siti Hilda, observing her birthday tomorrow, inshallah. And we wish her a happy birthday, make dua for her and for everyone else. So kindly raise your hands and join me in dua. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم آمين 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 May Allah subhanahu wa ta'ala increase you in tawfiq and kubul and ziyada. We thank you for watching the program today. We hope you can join us every day at 7 p.m. Toronto time.
Do remember once again the Safar Qurbani. We're hoping that we can do one for this Wednesday, inshallah, and every Wednesday throughout the month of Safar, on behalf of all of you, all the Murids, and the entire IFC family, inshallah. So to contribute towards the Safar Qurbani, you can go to our website for doing so. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you always in the shade of His special mercies. Until we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.